حد حاول يضربك بعصاية أو شومة على دماغك بالشكل ده، أول ما بيبدأ أو أول ما بتبدأ إيده تتحرك وتطلع لفوق، تتحرك أنت لقدام بالشكل ده. إيدك اليمين هتمسك من عند عضلة الريست، الإيد الشمال كف إيدك طالعة لبره بالشكل ده أهو. تبدأ تلف إيدك الشمال، بتبدأ تلف دراعه بالشكل ده أهو، إيد الشمال ماسكة مفصل الريست أهو. بعد كده إيدك اليمين هتسيب من هنا وبتعمل ضغط قوي على قبضة إيده بالشكل ده، بتاخده وتنزل بالأرض. أول ما بينزل معاك الأرض أنت مستمر في الضغط على مفصل الريست بالشكل ده، تعمل ضغط للعصاية ديت لتحت، هتلاقيها بتطلع من إيده بكل سهولة يعني. تضرب بقى المفاصل الرئيسية اللي هي مفصل الركبة ومفصل الكوع عشان تعجزه وتشل حركته بشكل نهائي. أهم نقطة لازم تخلي بالك منها، إن أول إيده ما بتطلع لفوق، أول إيده ما بتتحرك وتطلع لفوق، تكون أنت أسرع منه عشان تدخل جواه وتوصل للمنطقة اللي هي من عند مفصل الكوع لحد مفصل الريست عشان تعجزه. ما بتحاولش اللي انت تمسك العصاية، انت بتمسك من دراعه عشان تعجز حركة دراعه خالص، توقف حركة دراعه ما عرفش ايه، ما عرفش يوصلك. بص، بتمسك من المنطقة دي عشان تعجز حركة القبضة بتاعت ايده او حركة مفصل الريست بتاع ايده علشان ايه، تعرف تاخد اللفة الطويلة دي. بعد كده بتنزل وانت عامل ضغط قوي هنا على مفصل الريست اهو، لو مش عايز تنزله الارض بتاخد العصايه من هنا اهو، وانت مستمر في الضغط هنا اهو على مفصل الريست، بتاخد العصايه لتحت هتلاقيها بتطلع معاك بكل سهوله اهو. بس مهما كانت قوه قبضته هتلاقيها بتحل معاك بكل سهوله.